بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الأولى من المحور الثاني. نواصل مع النورمال ستريس أو الأفرج نورمال ستريس، متوسط توزيع الإجهاد العمودي على المقطع سيجما، وقانونه هو فورس على كروس سيكشن أريا، القوة على مساحة المقطع. فيكون القانون العام للنورمال ستريس سيجما تساوي F على A، الوحدة نيوتن على متر تربيع. للتذكير فقط أن في الشد والضغط دائما وأبدا حساب الاسترس معكوس الإشارة، فلو كان موجب في التنشن سيكون سالب في الكمبريشن، ولو كان سالب في التنشن سيكون موجب في الكمبريشن. لكن في هذا الكورس سنعتمد أنه حسابات التنشن الشد كلها موجبة وحسابات الضغط كلها سالبة. ملاحظة بسيطة على وحدة الاسترس: The unit of stress in the SI system, international system, is the newton per square meter or pascal. That means 1 pascal equal to 1 newton per meter square. In engineering, pascal seems too small. So we usually use kilopascal, وهو 1000 باسكال، 10 أس 3 باسكال، و عادة أيضا ما نستعمله أكثر استعمالا الميجا باسكال. 1 ميجا باسكال هي 1 مليون باسكال، وهي 1 نيوتن على مليمتر تربيع. والجيجا باسكال هي 10 أس 9 باسكال، أو أيضا 10 أس 3 ميجا باسكال. طبعا 1 نيوتن على متر تربيع، 1 نيوتن على أو خلينا نقول انه 1 ميجا باسكال هو ايش؟ هو مليون باسكال، وبالتالي 10 أس 6 نيوتن على متر تربيع. راح يساوي ايش هذا؟ راح يساوي 1 نيوتن على 10 سالب 6 متر تربيع، يعني 1 نيوتن على 10 أس 6 متر تربيع، وهي ايش؟ هي 10 أس سالب 3 متر كله تربيع. يعني إيش؟ يعني 1 نيوتن على مليمتر تربيع، وهي الميجا باسكال. لتسهيل الحفظ وعدم اللخبطة في الوحدات، إنه لو تلاحظ هذا القانون هنا، قانون الباسكال يساوي 1 نيوتن على متر تربيع، يعني بدون مكررات. الباسكال له كيلو وله ميجا، النيوتن له كيلو نيوتن وله ميجا نيوتن، والمتر له مليمتر وله كيلومتر، بدون مكررات. فخليك مركز على هذا القانون: 1 باسكال يساوي 1 نيوتن على متر تربيع بدون مكررات. بالتالي لو ركزت على هذا القانون على طول ستستنتج أنه الميجا باسكال هي 1 نيوتن على مليمتر تربيع. ملاحظة هنا بخصوص الإجهاد في الشد سيجما تنشن فورس على أريا، هذه قطعة مشدودة، فيكون معنا الإجهاد القوة على الأريا هي P على A، وزي ما اتفقنا أنه الحسابات معكوسة بين الشد والضغط، فيكون إيش؟ الشد موجب فالضغط يكون سالب، هذه موجبة وهذه سالبة، ماينس P على A. لو نعمل مقطع، هذا توزيع السيجما على الكروس سيكشن على المقطع، هنا بيكون موجب وهنا بيكون سالب. بالنسبة للنورمال سترين، الانفعال العمودي هو كالآتي قانونه: إبسيلون تساوي change in length تقسيم الأوريجينال length، يعني الإبسيلون تساوي change in length اللي هي دلتا سواء في الشد أو في الضغط تقسيم الأوريجينال length اللي هي الطول الأصلي L. طبعا زي ما اتفقنا تكون استطالة في التنشن extension، وتكون تقلص في الكمبريشن ما يسمى بالشورتنينج. النوت، ملاحظة الأولى بالنسبة للتنشن، الإبسيلون تي الانفعال الناتج عن التنشن هو دلتا على L بيكون موجب. بالنسبة للكمبريشن يكون سالب دلتا على L يكون سالب شورتنينج. ثالثا، ملاحظة الثالثة أنه the strain can be expressed as a percentage strain، من الممكن كتابة الانفعال على شكل نسبة مئوية باستعمال هذا القانون: دلتا L على L change in length على original length ضرب المياه.